بعدما ناقشوا أبحاثهم العلمية، أنهت أكاديمية دايموند فيوتشر للتدريب وريادة الأعمال دورتها الأولى، حيث خرجت 25 طالبا متدربا جاهزين للخوض في سوق العمل. أكاديمية دايموند فيوتشر لديها خطة عمل لعام 2022 و2023. هذه الخطة تتضمن دورات ودبلومات تنفيذية احترافية في مجال التدريب. أكاديمية دايموند تعتقد وترفع شعار أن دائما في التدريب هنالك فرصة، انطلاقا من أن التدريب أماني واحتراف. حاولنا من خلال الثلاث أشهر الماضية، وحاولنا اليوم من خلال مناقشة المشاريع، أن نرفض سوق العمل في سوريا ب 25 كفاءة بالاقتصاد الدولي، كفاءات اكتسبت الخبرة العملية واكتسبت أيضا الخبرة النظرية، اكتسبت المعرفة والمهارة، واليوم اكتسبت آلية المعالجة بشكل أو بآخر. الهدف النهائي من الدبلوم هو نقل الخبرة للحصول على مخرجات متميزة وردفها ولنقلها وإخراجها إلى السوق المحلي. استطعنا أن نعزز لديهم مهارة التحليل الحقيقي وإيجاد الأسباب الحقيقية وراء ما وصل إليه الاقتصاد السوري، ومحاولة طرح التوصيات أو المقترحات التي من شأنها أن نستطيع الوصول بالاقتصاد السوري إلى المكان الذي نرغب أن يكون موجود فيه. أبحاث المتدربين تضمنت مواضيع اقتصادية هامة وحساسة ومرتبطة بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، ساعدت جميعها في تنمية الوعي الاقتصادي للمتدربين لرفض سوق العمل بكوادر خبيرة وفاعلة. قدمنا اليوم مشروع تخرج بعنوان واقع النقد والمصارف في سوريا، تم مناقشته مع اللجنة، كان موضوع أهمية تطوير المصارف، عمل المصارف والحوكمة، حوكمة المصارف، والخلاصة اللي ممكن نوصل عليها في موضوع تطوير آلية عمل المصارف في إعادة الأعمار، الاستفادة منها في إعادة أعمار الدولة السورية. مشروع اليوم كان الإصلاح الاقتصادي السوري واقع وآفاق، سلطنا الضوء على أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري وسياسة الدعم من قبل الحكومة السورية، زائد تطرقنا للإصلاح الإداري وأهميته ومحاربة الفساد. مشروع تخرجي كان بيحكي عن أثر الدبلوماسية الاقتصادية بالتنمية الاقتصادية، وأخذنا سوريا نموذج عن هذا الشيء، وكيف قدرت التنمية الاقتصادية السورية تلعب دور بإعادة الأعمار وجذب الاستثمارات. وستستمر أكاديمية دايموند فيوتشر بمسيرة التدريب وريادة الأعمال لتستقطب أعدادا أخرى من المتدربين، خاصة بعد توقيع مذكرة التعاون مع جامعة دمشق ليتسنى للطلبة الجامعيين اكتساب المهارات المطلوبة كونهم عماد المستقبل.